نعود لمتابعة هذا الحديث وهذه الحلقة الأولى للعام الجديد مع دكتور ياس أبو عاصي. خروج إيران من سوريا بحسب سليم نصار يرجئ معركة رئاسة لبنان. قبل ما نتابع ما كتبه سليم نصار، ينضم إلينا مباشرة عبر الهاتف عضو كتلة المستقبل نائب دكتور أحمد فتفت. صباح الخير دكتور فتفت. صباح النور ستر لك، كل عام وانت بخير. كل عام وانت بخير استاذ الياس. شكرا. السؤال اللي طرحته على دكتور بوعاصي ببداية الحلقة رح جير لك إياه، شو أمنياتك بالسنة الجديدة؟ والله بالتأكيد بعتقد كل اللبنانيين أمنيتهم هلأ شغلة واحدة، إنه يصير في رئيس جمهورية وترجع الدولة تشتغل. نعم. واضح انه الشلل السياسي منعكس على حياة الناس، شلل اقتصادي وازمات اقتصادية ووضع صعب كتير، وبلشت الامور تاخد منحة خطير. يعني اذا اليوم في احصائيات عم تنشر انه اكتر من ثلث الشباب اللبناني عاطل عن العمل بلبنان، وعم تنسد بابواب الهجرة الرسمية بوشهم حتى، وبالتالي نحن انا اخشى انه ننتقل الى موضوع ازمات امنيه ذات طابع اجتماعي اقتصادي، وبلشنا نشوف بعض البوادر منها يعني ببعض المحلات. فبعتقد اعاده تفعيل الدوله، اعاده تفعيل المؤسسات هي النقطه الاولى، والامن بالتاكيد. نعم دكتور فتفت، اول ما انطرحت مبادره الرئيس الحريري بحديث لك اعتبرت أن قلت أن حزب الله رفضها، وسألت هل رفضه لها لأن لديه حلولا أخرى أم أنه يريد فراغا رئاسيا. اليوم تقريبا مر شهر على هذه المبادرة، هل صار عندك جواب عن التساؤلات؟ يعني هو كان مش سؤال، كان واضح بسؤالين وفي جواب. حزب الله ما عنده أي بدائل، وحزب الله يريد الفراغ لربما للتوجهين، توجه انه يترك ورقة الرئاسة اللبنانية، ورقة الوضع بلبنان مشلول بيد الايراني ليستعملها على الساحة الاقليمية والدولية بكل مفاوضاته، او من جهة تانية اذا انفرضت عليه الظروف انه ابدا يذهب الى رئاسة جمهورية، وحاول يفرض شروط سياسية على اللبنانيين تأمن له السيطرة الكاملة على الدولة، بمعنى انه اليوم هو مسيطر امنيا، مسيطر عسكريا، حتى اقتصاديا، لانه عنده مناطق مرتاحه اقتصاديا بسبب التهريب وكل الامور الاخرى، عم يحاول يضغط ليحصل على قانون انتخابات مثل ما فهمنا بمقوله السله الكامله، يحصل على قانون انتخابات يسمح له يوصل باكثريه على المجلس النيابي، وعن ذلك حنشوف وضع اسوء بكثير سياسيا بالبلد، عمليه الغاء للاخر بالاضافه الى شروط اخرى. يعني بمعنى يبدو انه حزب الله الان مش بوضع بيقبل فيه يكون في رئيس جمهورية حتى بشكل طبيعي، حتى لو كان العماد عون. انا بعتقد انه بيعرف حزب الله انه العماد عون ما في امل، وجرت محاولة، مش انه ما عم نحكي بها، جرت محاولة جدية لمحاولة عقد او ايصال الجنرال عون من قبل، ليس فقط من قبل حزب الله، وبعتقد دكتور رئيس سعد الحريري عمل مسعى وتبين له انه جنرال عون لأسباب عديدة لا يمكن أن يكون رئيس جمهورية، أكثرية اللبنانيين مش قابلين طروحاته السياسية، فبالتالي حزب الله بيعرف أنه طرح الجنرال عون غير وارد، ومشان هيك حطوا نوعا ما من حجر عشرة قدام أي تطور للحياة السياسية الحالية، بانتظار ربما شيئا ما ينتظره حزب الله أما أقليميا أو داخليا. نعم، ولكن كما يبدو من المواقف مش بس حزب الله بأيد وصول العماد عون، إنما أيضا دكتور سمير جعجع. هل فينا نقول أنه المرحلة اليوم دكتور فتفت هي لإعادة تفعيل الحكومة وترميم الوضع داخل قوى 14 أدار أو العلاقات؟ يعني أولا أنا مش موافق على سؤالك أنه دكتور سمير جعجع بأيد وصول ميشيل عون، يعني على أكثر من مصدر ولسان أكثر من شخصية بالقوات اللبنانية أنه هن قد يقلبون الطاولة ويتبنون هذا القد هذا. يعني بالمناورة السياسية أنا قابلت دكتور سمير جعجع، ما حسيت أبدا بهذا الطرح، وما صار زمان يعني من أيام قليلة. نعم. فبالتالي أنا ما شايف الأمور بهالطريقة. هلا في عنا عدة أمور، تفعيل مجلس الوزراء وتفعيل المؤسسات أنا برأيي طريقة فاشلة لأن لم تؤدي إلى أي نتيجة،
بالطريقه اللي عم يشتغل فيها مجلس الوزراء والشروط اللي عم يحطها احد اطراف السياسي وتحديدا التيار الوطني الحر، وهي شروط لمزيد من الشلل بالحياه السياسيه والحياه الحكوميه بلبنان. فبالتالي تفعيل مجلس الوزراء غير وارد، تفعيل مجلس النواب حتى لو حصل ما بيؤدي للنتائج، وحتى نفعله نحن بحاجه لقانون انتخابات. ما قلت لك حزب الله مش بوارد انه اليوم يسهل الا قانون انتخابات بيسمح له هو يحكم البلد مؤسساتيا بعد ما حكم امنيا وعسكريا. يعني بذكرني بالدور السوري بلبنان، واصلا هذا الشيء نحن سامعينه، مش انه يعني احد نواب حزب الله نواف موسوي بيقلنا بسان كلو سنه 2007 بيقلنا نحن الناظم الامني بدل السوري بلبنان، هل عم يحاولوا ينفذوها دستوريا؟ فبالتالي سؤالك المهم ترميم وضع 14 اذار، انا بعتقد انه وضع 14 اذار جيد عكس كل ما يقال، وحضور الدكتور سمير جعجع باحتفالات محمد شطح والتصفيق اللي لقى من الجمهور هو والرئيس السنيورة واسم الرئيس سعد الحريري ببين انه في جمهور متضامن متكافل بده وحدة 14 اذار ومتجاوز الخلافات السياسية اللي مبنية على اختلاف وجهات النظر. طبيعي هالاختلاف وجهة النظر حيبقى دائما، لانه هذا قدر تحالفي مش قدر منظم بقياده ملهمه او بناظم امني. فرق كثير كبير بين 14 و8 اذار. هل بموضوع قانون الانتخاب فينا نقول انه بعده بالمربع الاول؟ وما مدى دقه او صحه ما نشرته جريده الحياه اليوم الصحافي الاستاذ محمد الشقير بيقول الجديد بموقف حزب الله يكمن بإصراره تحديدا على أن تكون دائرة صيدا الانتخابية خاضعة للنظام النسبي، ما يعني أن الحزب يصر على عدم إخلاء الساحة لتيار المستقبل؟ نعم، أولا أنا ما بدي فوت، تعرفي نحن ملزمين، أنا عضو بلجنة قانون الانتخابات، ونحن اتفقنا وتعهدنا جميعا أنه نلتزم ما نعطي أي معلومات عما يدور في اجتماعات اللجنة. فاعذريني لجاوب على القسم الثاني من السؤال، ولكن القسم الأولاني فيني أقول شيء لأنه هذا شيء علني، أنه نحن مش بالمربع الأول، لا، لأنه في اتفاق بين القوات اللبنانية والتيار المستقبل حزب التقدم الاشتراكي والمسيحيين المستقلين وبشكل أكترية بالمجلس النيابي. هؤلاء ملتزمين باقتراح قانون مشترك نسبي واكثري ب 47% من النواب اي 60 نائب على النظام النسبي و 53% اي 62 على الاكثري. نعم. وبالتالي هناك تقدم حصل بالمراحل الاخيره ونحن كلنا ملتزمين فيه، بس التفاصيل بعتذر انا مش بوضع بيسمح لي احكي فيها احتراما لالتزاماتنا مع اعضاء لجنه الانتخابات. نعم، شكرا لك دكتور احمد فتفت عضو كتله المستقبل النيابيه، ومن جديد بتمنى لك عام سعيد. نعود دكتور أبو عاصي، رح نرجع لقانون الانتخاب، إنما كنت سألتك قبل الاتصال عن اعتبار الكاتب سليم نصار بجريدة الحياة أن خروج إيران من سوريا يرجئ معركة رئاسة لبنان، والشغور يلي فرضه بوتين على إيران بسوريا ستحاول طهران ملء ثغراته ونقائصه بلبنان، الأمر الذي يضاعف أهمية حزب الله وأهمية أنه يختار هو رئيس جمهورية لبنان لا يخالف سياسته. دكتور فتفت بمعرض إجابته عن الأسئلة عاد بالذاكرة إلى سان كلو عندما قال أنه حزب الله قال لهم أنا سأكون بدل السوريين في لبنان. شو تعليقك بداية، وإلى أي مدى بتعتبر أنه انسحاب أو خروج إيران من سوريا فعلا هو المسؤول عن تأخير معركة رئاسة لبنان؟ اولا خليني اقول انه هيدا شيء واضح كليا، الدور اللي عم يلعبه حزب الله هو بديل ومكمل للدور الذي كانت تقوم به سوريا بلبنان، شيء طبيعي هيدا بالنسبه لهم. نعم. من جهه تانية السؤال الثاني، هل انسحاب ايران من سوريا، خليني اقول هون انه الدخول الروسي احد شروط الدخول الروسي الى الساحه السوريه كان انه ما يبقى في اي ميليشيا بين الجيش النظام وبين الجيش الروسي. هيدي من جهه، من جهه ثانيه اذا عملنا محصله للتدخل الايراني بسوريا فهي محصله سلبيه، و
من الثابت أنه الإيراني يبحث جديا بالخروج من سوريا بعد أن يكون اطمأن إلى مصير حليفه بشار الأسد. هل تعتبر أنه مصير الأسد هو بعده نقطة خلافية رئيسية يعني على الأقل بين أركان المجتمع الدولي؟ أنا مقتنع أنها هي مشكلة رئيسية، نقطة حاسمة بالموضوع، وهذا الكلام الذي أشرت إليه عندما قلت أنه المرحلة الانتقالية هي التي يجب أن تقرأ بالنسبة للملف. المشكلة يعني بقاؤه أو ذهابه أو طريقة ذهابه هي المشكلة؟ المشكلة بقاؤه أو ذهابه، مش طريقة ذهابه. بقاؤه، روسيا مصرة إلى حتى الآن مع إيران، نعم، أنه لندع الشعب السوري يختار قيادته. الغرب والولايات المتحدة وفرنسا خصوصا يقول أنه بالأول كان عم بحط شرط بدء المرحلة الانتقالية ذهاب الأسد، صار في تنازل هون بقبول انه يكون بنهاية المرحلة الانتقالية. من هون كلامنا عن المرحلة الانتقالية وانعكاساتها سوريا ولبنانيا. هل انت متفائل بسير يعني المؤتمرات يلي عم تصير من اجل حل الازمة السورية؟ وبرأيك الشعب السوري بعد بيقدر يحمل تضحيات؟ خليني اقول يعني متفائل او متشائم، ما فيكي ما تتفائلي لما بتلاقي مجلس الامن بالاجماع يقر الخطه، خطه وضع حد للحرب السوريه في هذا خلال عامين. خلينا نقول اذا اخذنا المرحله الانتقاليه 6 شهور و18 شهر بالنسبه لاجراء انتخابات، بيكون في عنا فتره 2. طبعا ما فيك لما تكوني متفائل، لان بيكون المجتمع الدولي باسره عم بيصوت. حتى ما كان في امتناع عن التصويت، كلهم صوتوا مع. نعم، بس ما الذي سيدفع روسيا وايران لتقديم تنازلات لرئيس امريكي بيعرفوا انه ما راح يقعد بقى كثير بالبيت الابيض؟ اني بيعرفوا تماما انه الرئيس اللي بده يجي بده يكفي سياسه، حتى لو كان من خط من حزب بيكون اكثر، بيكون اكثر. إذا أخذنا الخط الديمقراطي، المرشحة الأبرز يلي هي هيلاري كلينتون موقفها واضح من الموضوع، وإذا أخذنا جمهوريين بدون أكثر من الديمقراطيين على هذا الصعيد. طالما عم نحكي بالموضوع الإقليمي، قبل ما أرجع لقصة قانون الانتخاب وغيرها، اليوم وليد الشقير بجريدة الحياة بيقول أنه العام 2016 يبدو وكأنه فسحة زمنية لواشنطن لتطويع الموقف الإيراني مع صفقة تتناول المنطقة برمتها انطلاقا من سوريا، والاتفاق على النووي مع طهران يتبين أنه لا يشمل الأزمات الإقليمية، وهذا صحيح خلافا لمخاوف القلقين من أن يهدوا الاتفاق مصالحهم. أنا مقتنع بهذا الكلام، ولها سبب قلت أنه الآخرين هون المقصود في الدول الخليجية. نعم، لهالسبب عم اقول انه هالمرحله الانتقاليه هي اللي بدها تكشف عن مستقبل العلاقات السوريه السوريه وانعكاسات الوضع السوري على لبنان. وماذا عن قتال داعش ومكافحه التطرف؟ هو الملف رقم واحد يلي ما بيتناقض مع موضوع مصير الرئيس بشار الاسد. هل مع بدايه هذا العام ستصرف الاموال لايران اللي كانت مجمده وسترفع يعني مرحليا او نسبيا العقوبات، بتعتبر انه كيفيه صرف ايران لهذه الاموال داخليا او خارجيا يمكن قراءته كمؤشر؟ يعني الاموال رح تصرف على الداخل الايراني ام لتمويل خارج ايران؟ يعني انا هيدا مرتبط اولا، خليني اقول انه بايران يعني سياسه المرشد الاعلى هي الغالبه، هي الغالبة أم بتتناقض مع سياسة الرئيس؟ ما فيها تتناقض، لأنه الكلمة الفصل، الكلمة العليا هي والأخيرة هي. نعم، للمرشد الثورة. إيران بحاجة لأموال، نعم، لتلبية متطلبات الشعب الإيراني، وفي كتير قطاعات تشكو من وضعها سيء. لهالسبب بده يكون في نوع من انكفاء على الشؤون الذاتية، الشؤون الإيرانية الداخلية. هذا لا يعني أنه إيران ستصرف النظر عن سياستها التوسعية على صعيد المنطقة،
من هون بده يكون في نوع من، مش هقول كباش، بده يكون في نوع من اراء مختلفه بين من جهه الرئيس روحاني والمرشد الاعلى، يعني بده يكون في نوع من تضارب بالرؤيه، وهالشيء بده يبرز على صعيد العلاقات بين ايران وبين الدول التي تعودت ان تدعمها بدءا بسوريا، نعم، وصولا مرورا باليمن الى اخره. رح ناخذ ثاني فاصل بعده، مباشره نعود للحديث عن قانون الانتخاب وعن قوى 14 اذار ووحده صف هذه القوى. لحظات ونعود.